السلام عليكم شباب. شباب احنا في معرض اوتو ميكانيكا اسطنبول سنة 23 شهر 6. طبعا اوتو ميكانيكا من احسن المعارض لمحبي السيارات والشحنات والمهتمين باجهزة الفحص والمعدات الورش وقطع الغيار وكل ما يخص السيارات والشاحنات. فتعالوا معنا نشوف المعرض ووريكم جناحنا، جناح جالتس وجناح شركة ديم سبورت والشركات الاخرى معنا في معرض اوتو ميكانيكا. احنا حاليا اليوم الثالث، تعالوا اتفضلوا معانا على داخل القاعه والقاعه. لو انتوا داخلين معانا من القاعه ده البوابه الرئيسيه، البوابه الرئيسيه هنا بنبدا بقاعه رقم 8. قاعه رقم 8 اول ما ندخل بنحصل جناح جالتست. تعالوا معانا نشوف الجناح. هنا القاعة رقم 8. اللي بيدخل فينا المعرض بيحصل جناح جالتست في البداية شركة كوجالي. تعالوا معانا نتفرج على جناح جالتست. اوكي. احنا في معرض اسطنبول ومعانا اجهزة جالتست وجهاز الاي تي ام وجهاز البي تي اي وفي كمان الجهاز الجديد اللي هو تبع ايزو بوس، ده للمهتمين بالجرارات الزراعيه وبالامور. وان شاء الله نتعرف مع الشباب هنا في جناح جالتس. وتعالوا معانا نشوف بعض معانا مستر ايفجيني. هلو، يور ويلكم. اند ديمتري، يور ويلكم. جاست تو ميك سام فيديو فور اور and this is your microphone. Okay, we want to say something for our follower on YouTube. First of all, thank you for visiting our booth. Thank you. Today the third day of the exhibition, the morning, but we also see the people who are starting to come, and it was a really good exhibition. Thank you. A lot of people from Middle East, from Turkish region, Central Asia, so we see big potential with our Knorr-Bremse collaboration. Yes, and people are quite exciting, very interested, and I think it will be a big future coming just like in next door. Yes. And another big achievement that we have is our ISOBUS solution. Yes, this ISOBUS solution for tractors. For tractors and for implements based on JALTEST technology. So it's really interesting for, first of all, for all domestic manufacturers in this region. Okay. Because this is a technology that they are looking for, waiting for, and now it's available, so it's really good. Perfect. And also for all those farmers that have old machinery that want to upgrade it to ISOBUS standard, it's also very interesting. Yes, perfect, perfect. We have news from JALTEST. And also we have to introduce Mr. Rowe. Microphone is you. Hello. Can you also say something for our YouTube channel? We are really happy to have a distributor like you. Thank you. And thank you very much for your visit. I hope you are happy with us too. Yes, of course. I am now more than 15 years with JALTEST and JALTEST family. So there are no hope. We are sure that you are happy with us and we are happy with you. Yeah. Thank you. شكرا شباب، وان شاء الله تابعوا معانا هنصور بعض. Thanks for visiting. السلام عليكم. شباب مكملين معاكم من معرض اوتو ميكانيكا اسطنبول وجناح جالتست في تركيا سنة 2023. طبعا كلكم عارفين جهاز جالتست رائع، فحص وتشخيص الاعطال للشاحنات والمعدات الثقيلة والمعدات الزراعية والمعدات البحرية. خلينا نشوف مع بعض ايه بعض الحاجات الجديدة اللي نزلت من جالتست. زي ما انتم شايفين هنا في جهاز الايزو بوس. الايزو بوس هو عباره عن ايزو بوس مديول كنترول بنقدر نركبه على الجرارات الزراعيه اللي هي مش غير مجهزه بتركيب بعض الاضافات الخلفيه للجرار. زي ما انتم عارفين الجرار الزراعي احنا ممكن نوصل عليه ملحقات زي مثلا الات اللي هي بتوزع السماد او الالات اللي بتوزع البذور في الارض، بنقدر ان احنا نوصل الملحقات ديت وعن طريق الكنترول دوت نوصله ونوصل جميع
اللي هي الالكترونيات والحساسات الخاصه بالجهاز الملحقات اللي هو الملحق مع الجرار ونقدر نتحكم فيه بالكامل. والشاشه دي بتركب داخل الجرار عند قدام السائق بحيث يقدر يتحكم في كل شيء. طبعا الوكالات لما بينزل معاها اللي هو الكنترولر بيتحكم في الملحقات الاضافيه بيبقى ثمنه غالي جدا، ممكن يوصل ل 8000 يورو، ولكن جال تيستا عامله الجهاز بسعر بسيط جدا بيبدا من 1000 1500 2000 يورو. جهاز كتير رائع، وده كمان جهاز عباره عن زي سيميليتر محاكاه اللي احنا نقدر نظبط الاعدادات تبع الكنترول عليه، حتى لو مش محتاجين ناخد الجرار عشان نعمل نظبط الاعدادات. خلينا برضو نشوف بعض الامور اخرى. طبعا الجال تيست كلكم عارفينه، جال تيست بالنسبه لرخصه المعدات الثقيله لجميع انواعها، وعندنا هنا كمان جهاز الاي تي ام. الاي تي ام طبعا ده للناس اللي عندها شغاله عندها جهاز جال تيست، يقدر اللي هو يختبر المديول تبع الفرامل اللي هي في الفرامل الالكترونيه، ويقدر يختبر الحساسات السرعه وحساسات التاكل بجهاز الاي تي ام. وعندنا بعض التولز جال تيست تولز، فخلينا نشوف هنا. خلينا نشوف الفيديو اللي شغال دوت. زي ما انتم شايفين في الفيديو دوت بيبين لينا ازاي اللي احنا نقدر نوصل نوصل الجهاز، واللي احنا نقدر نستفاد بيه في التحكم في الملحقات الاضافيه للجرار. زي ما انتم شايفين ازاي هنا الستاندر ايزوبوس كونكتور ده طبعا بيبقى الفيشه دي بتبقى موجوده داخل الجرار، فلما احنا بنركب الملحقات في الخلفيه زي ما انتم شايفين. هيديك بعض الامثله على الحاجات اللي احنا ممكن نوصلها زي ما انتم شايفين كده. جال تيست ايز بوست كنترول، ده فيديو رائع بيبسط الموضوع بطريقه بسيطه بطريقه الكاركتير، بيوريك ازاي اللي نقدر نتحكم في الملحقات اللي هي بتتحكم في الالات زي ما احنا قلنا، اللي هو توزيع البذور او توزيع مثلا السماد او عموما الات حصد المحاصيل برضه نفس الشيء، اي ملحقات اضافيه بنقدر نركبها على الجرار. طبعا الناس اللي هي عندها جرارات مثلا موديلات قديمه ما فيهاش امكانيه اللي انت توصل عليها وحدات تحكم، فبنقدر يستفاد بالايزوبوس. وحتى لو موديلات حديثه ولكن ما عندوش ايزوبوس كنترول موجود في الجرار، لان الجرار الايزوبوس كنترول بيجي عن اوبشن اختياري، فممكن واحد بيشتري جرار مثلا بيبقى فيه ايزوبوس فبيضطر يدفع 8000 زياده مثلا تقريبا يورو، او ممكن بيشتريه وحده خارجيه زي مثلا الوحده او الجهاز اللي احنا عاملين فيه الجهاز. زي ما انتم شايفين بيبسط العمليه وبيسهل علينا عمليه التحكم في الملحقات اللي تبع الجرار. زي ما انتم شايفين بيتحكم مستوى مثلا لو سائل او ليكويد او بودره مثلا السماد نقدر نتحكم فيه بسهوله. طبعا ده بيوفر علينا وقت ومجهود وفلوس بالاخص في الناس اللي شغالين وعندهم مزارع او مثلا حقول مساحات كبيره. زي ما انتم شايفين الفيديو بيبين زي ما انتم شايفين مع جال تيست كله تمام. ونقول دايما شكرا شكرا جال تيست، وشكرا ليكم لمتابعتنا، وتابعوا معانا دايما ما هو جديد. وفي ان شاء الله جزء تاني للفيديو هيبقى خاص بالاجهزه التانيه والشركات الاخرى احنا شغالين معاها، فتابعوا معانا ان شاء الله. شكرا ليكم.